بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم اللي هو types of ESP, the advantages of ESP, the disadvantages of ESP, اللي هو أنواع الالكتروستاتيك precipitators, وهنتكلم على مزاياه وهنتكلم على عيوب. أول حاجة من الأنواع اللي عندنا المشهورة tubular ESP, وده are used for collecting mists or fog, اللي هو عملية الغيوم أو الضباب, and used when collecting particles are wet or sticky. يبقى أنا هذه بنوضع فيها particles, فالparticles بتكون مبللة أو لزجة. التوبلر ESP are used to separate particulate from sulfuric acid plants, في محطات تصنيع السلفوريك أسيد وفحم الكوك والأفران. زي ما احنا فكرته بسيطة جدا, ان انا عندي هذا التوبلر بريسيباتيتورز, انا عندي بيتم الديتشارجينج الكترولوت في المنطقة اللي في النص عندنا, وده الكوليكتينج سيرفيس اللي هي الدائرية اللي موجودة عندي. النوع الثاني البليت اي اس بي, اللي هو الالكترو بارتسيبيتور اللي هو على شكل سطحين موجود عندنا او اسطح. بيبقى انا عندي الاعمده اللي في النص دي زي ما قلنا الديتشارجنج الكترولود, والسيرفيس بتاعه التجميع عندنا اللي هي الكوليكتنج او الكوليكشن بليت. يبقى البليت اي اس بي ار يوز تو كوليكت دراي بارتيكلز اند هاي افشنسي. احنا شفنا التيوبلر كان بياخد الويت وبياخد الاستيكي, هنا بياخد البارتيكولات اللي هي الدلار اللي هي الدراي, وده الكفاءة فيها اعلى من التيوبلر. البليت اي اس بي هاف واير ريجيد فريم اور اوبشنالي بليتس ديتشارج الكترولودز, زي ما احنا شايفين الشكل قدامنا. النوع الثالث اللي هو الكولد سايد اي اس بي, كولد سايد اي اس بي, وده عندي هنا اللي عندي بويلرز, ادي الكومباشن اير بري هيترز, وبعدين ادي الاي اس بي, وبعدين عندي ادي الفان, وعندي التشيمني اللي بيطلع منها. ايه ميزه هذا الجهاز؟ الفوليوم اوف فلو جاز ذات هاندلد از ليس, الاوبريتنج كوست از ليس, الاوفر سايز از سمولر, used to remove fly ashes اللي هي الرماد اللي موجود عندنا from boiler that burn high sulfur coals. يبقى بنستخدمه في البويلرز اللي بيتم الحرق فيها باللي هو الفحم واللي بيحتوي على نسبة سلفرز. بستخدم مثل هذا الجهاز لالتقاط الجسيمات اللي خارجة منه. عندي كده الهوت سايد ESP, وده بيشتغل في الهاي تمبريتشر, لارج جاز فوليوم, لارج اوفرول سايز اوف بريسيباتيتور از لارج ميكينج ات مور كوستلي. يبقى انا عندي هنا برضو بيكون تكلفته اعلى, وده بيشتغل في هاي تمبريتشر ولارج. عندي الويت النوع الخامس عندنا الويت سايد اي اس بي, اللي هو بيكون عندنا Wet ESP are used for industrial applications where the potential for explosion is high. يبقى أنا بستخدمه في التطبيقات الصناعية اللي متوقع فيها explosions عليها. Dust is very sticky. هلاقي هنا في الجهاز الويت ده بلاقي الدست عندي عالية. الدست عندي عالية وستيكي. ستيكي يعني لزجة. and corrosive, وبتتصادم مع بعضها او بتؤدي الى تآكل. suitable for wrapping re-internment or with bag corona. يبقى ده بيستخدم في التقاط الذرات اللي هي sticky. النوع السادس عندنا اللي هو الدراي سايد, it is used for particles are charged and collected in dry state. يبقى انا عندي هنا بيشتغل على الحاله الجافه. Dust particles are removed by rubbing. Used in steel furnace, بنستخدمه في افران
الستيل سيمنت كلاينز اند فوسيل فيول اير فايرد بويلر. يبقى بستخدمه في مصانع افران الستيل الاسمنت، بستخدمه في البويلر اللي بيستخدم الوقود العادي بتاعنا اللي هو الفوسيل فيول فايرد، الحريق اللي بنستخدم فيه الفوسيل فيول. اذا احنا شفنا هذه الانواع كلها والتصميمات بتاعتها وكل تطبيق من التطبيقات بتاعته، فبنيجي نشوف ما هي اهم مزايا واهم عيوب الاي اس بي. الاي اس بي اهم ميزه فيه سيبريشنز اوف الترا فاين داست بارتكلز، انه بيستخدم في فصل الالترا فاين اللي هي الجسيمات الدقيقه جدا افضل من الاجهزه الاخرى. كونتينوس داست كولكشن بروسيس، عمليه التجميع متصل على طول. لو انرجي كوست، طبعا لو انرجي كوست ده ما تعتبرش ميزه قوي لان هو بيستخدم هاي فولتج، فبنلاقيها في العيوب كمان. انا بستخدم مطلوب مني هاي باور عشان استخدم اخلق مجال كهربائي عالي. فوليوم فلو بتوين من 5000 الى كام؟ الى عندنا مليون و 500,000 متر مكعب بير اور، يعني يستخدم كباستي عاليه جدا في عمليه التنقيه. الجاز تمبريتشر اب تو 40، يقدر يشتغل عند درجه حراره 40. هاي افشنسي، لما يقول انا عندي الافشنسي بتاعتي 90% للي هي الجسيمات الاقل من 4 مايكرون، ودي كفاءة عالية جدا، وأكتر من 98% للأكبر من 30 مايكرون. يبقى إذا قارنت كفاءته بكفاءة أي جهاز استخدمناه قبل كده في المحاضرات السابقة بلاقي إن ده هاي افشنسي. لو بريشر دروب، نو موفينج بارتس، مفيش عندي أجزاء متحركة. نو موفينج بارتس. Dust is removed dry. Low maintenance costs and one serving maintenance per year. بلاقي انه تكلفة الصيانة عندي قليلة، لانه على الاقل انا بعمل مرة صيانة او خدمة صيانة في العام. لما نيجي نبص زي ما قلت في العيوب بتاعته، هاي الكتريكال باور ريكويرمنت، وده ميزه او عيب خطير جدا عندي. زي احنا كنا ذكرنا في الميزه نقول لك ان طبعا احنا الصح ان هو هاي الكتريك باور ريكويرمنت. هاي كابيتال كوست اكويبمنت، طبعا التكلفه بتاعته عاليه ككابيتال كوست. هاي سبيس ريكويرمنت، مطلوب مني عندي سبيس كبيره نتيجه مشاها على هاي فولتج فيلد، يعني مجال كهربي عالي. لو افشنسي ديورنج اوفرول لود ديو تو هاي فيلوستي. نيد فور سكيلد اوبريشن اند مينتنس، طبعا هنا الجهاز محتاج مهارات، لان طبعا بيعتمد على الشغل الكهربائي، هو محتاج ناس عندها مهارات كويسه جدا ومحتاج ناس مؤهله للصيانه. سكسس اوف بريسيبيتيتور ديبند اون نوت اونلي اون ذا كواليتي بات اولسو اون ذا اوبريشن اند مينتنس، يعني بيعتمد على الاوبريشن والتشغيل والصيانه وليس فقط على الجوده بتاعت او الكواليتي. يبقى احنا بنتكلم هنا على هذه العيوب بهذه المحاضره. يبقى احنا شفنا الاجهزه اللي احنا استخدمناها في عمليه فصل البارتيكليت ماترز من الغازات او من الهواء، شفنا الجرافيتي سيتلينج تشامبرز، شفنا السايكلون، وشفنا السكرابرز بانواعه، وختمنا بالاي اس بي اللي هو الالكتروستاتيك بريسيباتيتور، وشفنا مدى التطور في التقاط الجسيمات الدقيقه، وشفنا الكفاءات بتاعه الكوليكشن افشنسيز فور اتش تايب، شفنا مزايا وعيوب كل جهاز، وبنصل في النهايه الى انه الاي اس بي هو من افضل الاجهزه في عمليه التقاط الجسيمات، والكفاءة بتاعته من أعلى الكفاءات. شكرا ونلقاكم في المحاضرات القادمة.